مبدئيا بس انا عايزه اوضح حاجه، ان انا كنت في البدايه ضد ترشح المشير السيسي. كنت شايفه ان منصبه كوزير دفاع وان هو خلصنا من كابوس الاخوان كان هيبقى افضل كتير، بس لما قعدت بيني وبين نفسي وجدت ان هو الانسب وليس الافضل. بس عشان نبقى متفقين، انا مش اللي هو بحبه اللي هو المتيمه بيه، واللي هو يعني حته المتيمه والحاجات الساذجه دي انا خلينا نشوف الانسب بصراحه. انا مش ما فيش حدش هيتجوز هو حد. هو الانسب وهو يعني وليس الافضل كما اتفقنا في البدايه. ليه الانسب؟ الانسب ليه؟ احنا محتاجين حد، يعني انا كفايه عندي الناس الغلابه معايا تمام، شايفين فيه ان هو يعني طول الوقت بنهتف بالشعب يريد الشعب يريد الشعب يريد الشعب، ما جاش على هوانا فبقى الشعب عبيد تمام. فانا ضد المسمى ده تماما. الحاجه الثانيه اللي انا شايفاها ان ان ان, إن الراجل ده هو الاقدر والاكفأ في التعامل مع مؤسسات الدوله والدوله العميقه، وانا اثق فيه من خلال كلامه. انا حسيت فيه الثقه وصدقه، واتمنى ان يكون احساسي صح، ان هو القادر على هيكله المؤسسات دي وهيكله الجهاز الاداري، لان ده الوحيد اللي ممكن الدوله تتعاون معاه. فهو اقدر واحد واكتر واحد على درايه بكل داخليات هذه المؤسسات، سواء حمدين او السيسي المايك خدم القطاس. يعني انا كل ده بنعمل في اللي انا عندي امل ان ان المؤسسات دي هتدعمه. الحاجه الثانيه قرار مؤسسه هتدعمه اللي هي مؤسسه الجيش. فدلوقتي مثلا الناس تقول لك انتوا ازاي كنتوا مع الثوره ودلوقتي ضد ما اعرفش ايه وفلان هو مرشح الثوره. لا، الفكره ما بقتش كده خالص. احنا يوم ما طلعنا يوم 25 يناير كانت اول هتفنا العيش عشان الشعب كان جعان. ايه اللي حصل بعد 3 سنين؟ الشعب جاع اكتر تمام. الشعب دلوقتي ما تقوليش حريه والثوره مستمره والشعب جعان، ما تقوليش ديمقراطيه والشعب جعان، ما تقوليش ما اعرفش دم الشهداء دم الشهداء دوت يوم ما هنجيب حقه، يوم ما البلد دي تقوم على رجليها بجد، يوم ما الشعب يحس بجد ان انه 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 اتغير للاحسن. فكره بقى ان احنا هنعمل دوله مبارك تاني، لا، احنا بايدينا، احنا سجلنا رؤساء، اتنين رؤساء تمام. فبالتالي اي مرشح جاي هيبقى متخوف من الشعب ده تمام. الاهم من ده كله انا لما الاقي ان في ناس عظماء بتؤيد هذا الرجل تمام. بالتالي لازم، يعني احنا ما مشينا ورا النخبه اللي ورطتنا في مرسي وكانوا وراه في اتفاق فورمان واحنا كنا بنثق فيهم واتبهدلنا البهدله دي خلال سنه ده، بالتالي وشفنا اللي شفناه دوت، فبالتالي خلاص بقى يعني فقدنا الثقه في الناس دي. فانا شايفه ان المشير السيسي ان هو يعني الاكفأ في انه يقود البلاد، خاصه في دعم من الدول العربيه له تمام. فاحنا محتاجين سياحة ومحتاجين البلد تقوم على رجليها ومحتاجين حاجات كتيرة جدا. هو بالمناسبة هو له برنامج وقال حاجات كتيرة جدا وهنحاسبه عليه. لسه هرجع هسألك هذا السؤال.